يعني العمل الشبابي مع العمل مع الأجيال السابقة يعني صاير في نوعا ما كلاش، لأن يعني في تصادم، لأن إحنا واجد سريعين، واجد عندنا نوعا ما نبي نوصل المعلومة، عندنا مثلا معلومة هنقد نقدر نوصلها بهنقد، بس الجيل السابق يقدر يوصل لها هنقد مثل ما هي. فإحنا نوعا ما نبحث عن طرق على أساس إن نوصلها بطريقة مبسطة، الجيل السابق ما يقدر للأمر بهاي الطريقة، فيصير في اختلاف في العمل. لكن إذا الجيل السابق سمع وجيل جيلنا إحنا سمع ووجدنا نقطة مشتركة، بيطلع عمل مثمر وجميل ويبين فيه اختلاف الأجيال. يعني هذا الشيء يعني أحس اللي حاط روح في الفعاليات في هذا يعني في هذا الزمن في هذا الموسم، إنه يبين روح الشبابي فيه وروح اللي عندهم خبرة وباع طويل في المجال. يعني فعلا إحنا الشباب الحين عندنا طاقة وعندنا خبرة في التكنولوجيا، بس ما عندنا خبرتكم، ما عندنا اللي عندكم، ما يعني اللي عندكم أنتم لا يمكن إحنا ناخذها في كورس ولا ناخذها في دورة، فنحتاجكم وتحتاجونا. فأحس العمل اللي بنمشي فيه نحتاج يكون فيه صف إلى صف أساس نقدر نمشي ونحقق أكبر يعني قدر ممكن من العمل التطوعي.